الله يسلمك يا رب، وسويت الواجب وزيادة والله يا برنس. وحتى ركان والله أعطيته الخبر، قلت له والله الراجل ما سابني، كل شوي خطوة بخطوة إنه قاعد يسأل ويرسل وما قصر. وفعلا أنا سؤالك والله العظيم إنه مكفيني، يعني إني قاعد أتمشى وأنا عارف إنه وراي أخ بيسأل عني وشايل هم كل حاجة. الله يعطيك العافية حبيبي، وبإذن الله أكيد إن لنا رجعة، دي مصر حبيبتنا، وإحنا يمكن لو قال لك ركان يعني إحنا ما نغيب أكثر من 6 شهور يمكن عن مصر، سنة بالكثير، إلا لازم نشم هواها. حبيبي الله يعطيك العافية، وأكيد لو في ناس حبايبنا ويعزون علينا ما راح نتواصل مع أحد غيرك. ما شاء الله تبارك الله عليه، الله يسعدك ويبارك لنا فيك يا حبيبي، ونعم المعرفة ونعم الشرف ان احنا تعرفنا عليك يا حبيبنا الغالي. الله يرضى عليك ان شاء الله، ما قصرت وجزاك الله خير. شكرا شكرا اخوي احمد، عذبتك وياي والله. شكرا، الله يكثر من امثالك، ما شاء الله على نفسيتك الحلوة. الله يجزاك خير ويكثر من امثالك ويرحم والديك. الله يسعدك يا استاذ احمد ويبارك فيك إن شاء الله، والله مدحوا فيك جدا. كمان أبو سلطان يعني هو زوج صاحبتي، فشكروا في حضرتك جدا جدا، وقالوا لي يعني نسائهم إنه أرخص من البوكينج، يعني العرض عند حضرتك أرخص من البوكينج، فعلشان كده قالوا لي لا تحجزي بالبوكينج، أحسن كلمي أستاذ أحمد وادوني الرقم تبعك. والله يحفظك ويبارك فيك حبيبي. حبيبي أستاذ أحمد، فعلا أنا كسبت أخو، والله ما كسبت يعني شخص آخذ منه وواعطي، لا كسبت أخو وحبيب وغالي يعني يا حبيب بنت. السلام عليكم أخوي أحمد، كيف الحال؟ عساك طيب. شكرا شكرا على السؤال. لا الحمد لله الأمور كلها طيبة، الحمد لله رب العالمين. أنا حطيت رقمك حق المتابعين، وكثير منهم الحمد لله كابتشر، وأكيد 100% راح يتعاملوا معاك ويتصلوا فيك إن شاء الله إذا جاي مصر. قلت لهم رأي، يقول الحمد لله في قمة الأخلاق والاحترام والتعامل معك يعني باحترافية، والحمد لله رب العالمين. وشكرا شكرا لك على السؤال مرة ثانية. هلا والله يا أحمد، صباح الخير، جزاك الله ألف خير. لا والله ما يا منك قصور، والحمد لله تعرفنا عليك ومعرفتك مكسب يا أحمد، الله يطول عمرك، وإن شاء الله لنا جاية ثانية وثالثة ورابعة إن شاء الله. مساء الخير أستاذ أحمد، السعر ممتاز. أنا بكلمك، أنا على فكرة شغال في السياحة بقى لي 35 سنة، لكن أنا حبيت أشوف أسعارك و يعني أتأكد من مدى الكلام اللي اتقال إن أحمد عزت بيجيب أسعار ممتازة. سعرك جدا ممتاز، تسلم يا عسل، تسلم، كلك ذوق يا حبيبي.